السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة مستر أحمد البرماوي، قناة اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. سنرجو تفعيل الجرس للاشتراك في القناة، مش تنسى سبسكرايب وتضرب الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. بالتوفيق لكل طلبنا. هذه مراجعة على سنة رابعة إن شاء الله، بنك أسئلة سنة رابعة للترم الأول إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الرابع، دي مراجعة شهر أبريل، إن شاء الله ما يخرجش عن هذا الامتحان. هنبدأ بسؤال choose the correct answer from A, B, C or D. أنا عمل لكم الاختيار هنا A و B و C و D، واحتمال في الامتحان يبقى A و C بس. A و B و C بس. The Nile is home of un for it. طبعا عارفينهم يعني منزل او موطن، هنا معناها ذا نايل از هوم. هنتشوز بقى ايه، اوف ولا اون ولا فور ولا ات. فيري جود، هتبقى فور. هوم فور يعني موطن لي، يبقى نهر النيل هو موطن لي بقى. different kinds of fish, birds and turtles. نمبر 2. نمبر 2 نفس السؤال بس بصيغه مختلفه. ذا نايل از هوم فور، نهر النيل هو موطن لي different kinds of fish, birds and كروبس ولا هورسز ولا تيرتلز ولا كاتس. very good، هتبقى تيرتلز يعني موطن للايه، التيرتلز السلاحف والطيور والايه والاسماك. نمبر 3. فاطمه's dress، فستان فاطمه is، we all love it، كلنا حبيناه او عجبنا. هل فستانها helpful ولا beautiful ولا ugly ولا useful؟ very good، طبعا فاطمه's dress is beautiful، جميل. Number 4. The Nile lives in the Nile. Nile A بيعيش in the Nile في النيل. هل lion ولا giraffe ولا fox ولا crocodile؟ Very good. The Nile crocodile، تمساح النيل، lives in the Nile، بيعيش في النيل. Number 5. There are many people، يوجد كثير من الناس، near the Nile، بالقرب من النيل. هل taking، given، feeding، living؟ طبعا very good، اقول there are many people living in near the Nile، بيعيشوا بالقرب من نهر النيل. number 6. the Nile crocodile، تمساح النيل، is one of the plants largest، واحد من اضخم الحيوانات ولا ايه على سطح الارض. planet يعني كوكب. هل هو reptiles ولا cats ولا birds ولا swimmer؟ طبعا very good، هتبقى the largest reptiles. reptiles اللي هي زواحف، من أضخم الزواحف اللي بتعيش على سطح الإيه، الأرض أو على كوكب الأرض. number 7. I can't drink that tea، مش حاضر أشرب الشاي ده. it's hot، هل هو it's too ولا too ولا too ولا too؟ طبعا very good، هتبقى إيه too hot الأخيرة، اللي معناها سخن أكتر من اللازم، لأن too اللي هي double double O دي معنى أكثر من اللازم، بتوهط يعني سخن أكتر لازم مش هقدر أشربه. أما تو ليا سي دي معنى أصابع الرجل، وتو يعني اتنين، وتو يعني إلى. number 8. farmers sell there، الفلاحين بيبيعوا there إيه، in the market، في السوق. their crops، clothes، toys، carpets. very good، هتبقى بيبيعوا their crops، محاصيلهم، in the market، فين؟ في السوق. number 9. بقولي places with a lot of water، أماكن فيها مياه كتير، usually have soil، وبقى فيها soil، تربة إيه، بور، بور معناها فقير أو ضعيف، ولا باد سيء، ولا dry جاف، ولا fertile، وfertile معناها إيه، خصب. very good، هتبقى خصب، لأن حوالين نهر النيل أو حوالين المياه تبقى الأرض طبعا fertile، اللي معناها إيه، خصب. number 10. The Nile has branches in Egypt، نهر النيل له branches أفرع in Egypt. هل 2 1 3 ولا fine؟ طبعا 2 branches، فرعين لنهر النيل اللي هو ايه، دلتا والرشيد، يبقى 2 branches فرعين. number 11. when we feel hot، عارفين when we feel يعني لما بنشعر hot بالحر. we usually drink water،
هل نختار بقى بويل؟ عارفين بويل يعني يغلي أو مغلي؟ بويل ولا كول بارد ولا كولد ساقع ولا وورم دافي؟ طبعا لما نكون نشرب الحر بنشرب ايه؟ فيري جود، هنشرب كولد ووتر، مية متلجة أو مية ساقعة عادي، اسمها كولد ووتر. نمبر 2، نمبر 12 سوري. رانا اديليشس ميل يسترداي. أنا عندي يسترداي، يسترداي فاكرين دي من علامات زمن ايه؟ الماضي البسيط. يبقى هنختار ماضي بسيط يعني تصريف ثاني للايه؟ للفعل. يبقى اقول رانا ميد، ميكس، ميك، ميكن. طبعا ميك ماضيها ميد، يبقى ناخد لتر ايه؟ ميد معناها صنعت او عملت. اديليشس ميل لذيذ امبارح. نمبر 13، ذا جيرلز البنات تي في لاست نايت. برضو عندك في الجمله هنا لاست نايت، ليله امس. لاست نايت يبقى عايز باست سيمبل على طول، ماضي بسيط. هل هقول واتشت ولا واتشز ولا واتشت ولا واتشن؟ طبعا طالما يستر دي امبارح او لاست نايت يبقى ناخد واتش ماضيها واتشد. تمام. نمبر 14، فاطمة بريكفاست ات هوم ذيس مورنينج. برضو ذيس مورنينج النهاردة الصبحية، احنا دلوقتي بين الظهر او بين العصر اصبح ماضي. طالما قلت الصبحية يبقى حاجة حصلت وخلصت، يبقى ماضي بسيط. يبقى اقول هات، هاز، هاف، هافين. طبعا هتبقى هاد بريكفاست عشان دي الماضي من هاف وهاز، ماضيهم هاد. فيري جود. نمبر 15، رانا سام فيجيتابلز لاست فرايداي. انا عندي لاست فرايداي الجمعه اللي فاتت، هي دي ماضي. يبقى على طول ناخد كوك، كوكد، كوكس، كوكن. طبعا هتبقى كوكت. فيري جود، كوكت طبعا ماضي. نمبر 16، محمد تو سكول يسترداي. ايضا هنا يسترداي هي الماضي، يبقى عايز ماضي بسيط. عندي ووك، ووكس، ووكن، ووكد. طبعا موك ووك يمشي، البسط منها ووكد لتر دي. نمبر 17، ناو جراند با. الان جدي فيري اولد. طبعا طالما قلت ناو الان يبقى هنا مضارع، يبقى اخد ام از ار ولا هاف ولا هاف ولا هاز ولا ووز. طبعا عندنا اقول از فيري اولد، لان اولد صفه جاب لها ام واز وار، لكن لو قال لي في الماضي كنت اخدت ووز. طبعا نمبر 18، بقول هاو ديد منى، ازاي منى، وين شي فاوند هير باج. طبعا لاحظ هنا يا ولادي ديد دي ماضي، تمام. وقلنا لما اسال الماضي بسال بديد، وبعدين قبل الفاعل، والفعل فين؟ في المصدر. وين شي فاوند هنا ماضي، يبقى اقول ديد. طبعا ديد منى فيل، فيلز، فيلن، فيلت. طبعا المصدر اللي هو فيل، يبقى هاو ديد منى فيل، كيف تشعر، وين شي فاوند هير باج لما لقت شنطتها. نمبر 19، مس اسماء didn't yesterday. عندي برضو yesterday امبارح، المفروض ناخد فوند، بس هنا في يا شباب في didn't. didn't دي وراء الفعل فين؟ في المصدر. يبقى فونز ولا فوند ولا فون ولا فونن؟ هتبقى طبعا فون لترسيل مصدر يعني بدون اضافات. يبقى طالما ما في did يا ولاد، او شفتوا هنا did في رقم 18 او didn't بيجي وراهم الفعل في المصدر، يبقى دي اصل الكلمه اللي هي المصدر اللي هي فون، او زي ما فوق فيل. نمبر 20، I busy yesterday، مشغول ليلة امبارح. طبعا يسترداي امبارح دي ماضي، يبقى هناخد ايه؟ هناخد ام از ار ولا ووز وير؟ هناخد ووز وير. طب اي بتاخد ووز ولا وير؟ اي تاخد ايه؟ ووز. يبقى اي ووز بيزي يسترداي، كنت مشغول بالامس. فيري جود. نمبر 21، there no cars in the bus. الاول هنا عندي ايه؟ عندي زي ما احنا شايفين in the bus. طالما عندي in the bus في الماضي زي ما احنا شايفين كده، in the bus دي ماضي، يبقى لازم استخدم ايه؟ استخدم ماضي. يبقى اقول in the bus، in the bus دي ماضي احنا شايفينها اهي، صح؟ طالما ماضي يبقى نستخدم ايه؟ بنستخدم was أو where. قال لي فاكرين there is يد للمفرد و there are يد للجمع و there was يد للماضي،
في المفرد وزير وير الجمع. هنا كار ولا كارز؟ كارز جمعي، يبقى ناخد زير وير نو كارز، لم يكن يوجد سيارات in the past في الماضي. Very good، أنا شايف واحدة بتجاوب كويس أهو. Number 22 رانا a metal box under the ground. metal box يعني صندوق إيه؟ حديد. under the ground تحت الأرض. هل بولد؟ بولد معناه إيه؟ سحبت ولا بيريد؟ يدفن ولا كروس عبرت ولا لوكد نظرت؟ طبعا أقول بيريد a metal box معناه دفنت، صندوق حديد under the ground تحت الأرض. Number 23 The girls the road quickly. البنات the road quickly الطريق بسرعة. هل بولد ولا بيريد ولا كروست ولا لوكت؟ Very good، برافو برافو، very good. يعني أنا كروست يعني عبرت، the road الطريق very quickly بسرعة. Number 24 Cairo is a city. The sounds are incredibly loud. عارفين loud يعني عادي وعالي، وincredible يعني الطريقة لا تصدق. يبقى أنا معناها The Cairo is إيه بقى؟ is a quiet، هادية ولا slow بطيئة ولا noisy ولا cloudy؟ طبعا noisy city، مدينة صاخبة، صاخبة يعني فيها sounds أصوات عالية. Number 25 The country mouse، عارفين mouse اللي هو الفار، country يعني الفار الريفي. Back to where life is good for him. باك يعني عاد، to where إلى حيث، life الحياة is good for him الحياة كويسة بالنسبة له. هل هقول went back ولا so back ولا allowed back ولا lived back؟ عارفين go back يعني يعود وماضيها went back، يبقى went back يعني عاد إلى. Number 26 The from the cars covered the stars. إيه من cars السيارات covered غطت the stars النجوم. هل the voice الصوت، the rain المطر ولا the smoke الدخان ولا ذا ساوند؟ طبعا الكارز بتطلع ايه؟ بتطلع بولوشن تلوث او بتطلع سموك دخان، يبقى سموك الدخان فروم كارز دخان من السيارات، او بولوشن فروم كارز التلوث من السيارات. نمبر 27 ذا مايس، احنا فاكرين كلمه ماوس يعني فار جمعها مايس يعني فئران. ذا مايس ليف، الفئران بتعيش ان سكولز كلابس هولز هوتيلز. طبعا عارفين الفيران بتعيش فين؟ in holes في البحور او الفحور. مش هقول طبعا schools المدارس ولا clubs النوادي ولا hotels الفنادق. Number 28 I saw two، انا شفت two اتنين in the garden في الحديقة. طالما two، هل ماوس فار؟ اماوس فار واحد ولا مايس فيران ولا مايسز فيران؟ طبعا مفيش حاجة اسمها مايسز خالص، اماوس جمعها ايه؟ مايس، يبقى تو مايس يعني فارين، يبقى مايس جمعها ايه؟ ماوس جمعها مايس. ناو نمبر 29 ناو وي هاف كارز، احنا الان عندنا عربيات. ذات يوز التي تستخدم الكتريستي كهرباء، جوس العصير ووتر ميه، فيجيتابلز الخضروات. طبعا جوس اللي هو ليه؟ العصير، لا سوري الكتريستي، مفيش عربيات بعصير. الالكتريستي يعني بتستخدم الايه؟ الالكتريستي الكهرباء. تمام. نمبر 30 وي هاف ا بيج مول، عندنا ا بيج مول يعني مول صغير. بطل دونت لايك، بس انا ما بحبش ايه؟ بلاين شوبين لوكين فيشن. طبعا I don't like، طبعا مول يبقى هسه، ويبقى but I don't like shopping، بس انا بحب الشوبينج اللي هو ليه؟ التسوق. Number 31 I hurt my leg، انا اصبت رجلي. It's very، رجلي ايه بقى؟ useful interesting painful careful. طبعا طالما عورت رجلي يبقى it's ايه؟ very good، هتبقى it's very painful، وقلنا painful يعني مؤلمة جدا. تمام. number 32 رانا likes staying at، رانا بتحب تقعد فين؟ with her family، مع عائلتها. at the office في المكتب ولا school ولا home ولا shop؟ طالما مع عائلتها يبقى فين؟ very good، يبقى at home، بتحب تقعد معاهم في البيت. Number 33 The girls played with their
البنات لعبوا وزير ايه لاست نايت ليلة امبارح، لعبوا بتويز كلوز شوز باجز. طبعا بالاي وستويز يلعبوا بالايه باللعب. فيري جود، سهلة خالص. طبعا نمبر 34، I said goodbye to my mom. انا قلت مع السلامة لوالدتي. at the school، على سكول ايه؟ backpack اللي هي شنطة الظهر، ولا جيم، ولا كلاس، ولا جيت. طبعا ودعتها فين؟ at the gate، على بوابة المدرسة. school gate يعني بوابة المدرسة. number 35، the boy started، الولد بدأ، to bury the box، يدفن الصندوق، under the ground، تحت الأرض. هل digging، ولا running، ولا shopping، ولا dropping؟ طبعا very good، بدأ digging. عارفين dig أصلا معناه يحفر، يبقى بدأ يحفر، to bury لكي يدفن، يدفن the box under the ground، الصندوق تحت الأرض. number 36، we easily to different environment، و environment اللي هي البيئة. هل make easily to، easily بسهولة إلى، ولا adapt to، ولا do to، ولا collect to؟ خدنا كلمة adapt to، very good، adapt to يعني يتكيف معها. يبقى احنا بدأنا adapt easily، نتكيف بسهولة، to different environment، إلى بيئات مختلفة. there has water sun fertile soil، مين اللي يبقى فيها ووتر مية وصن شمس وأرض وفيرتايل سوري الأرض خصبة؟ هل الريفر نهر، ولا أويسس الواحة، ولا ديزرت صحراء، ولا أركتكت ريجن منطقة القطبية؟ طبعا very good، أويسس، وإن أويسس لو فاكرين معناها إيه، واحة، الواحد يبقى فيها أشجار وفيها مية وفيها شمس وهكذا. number 38، he in the village where he grew up، he in the village where he grew up. عارفين grow up دي بالإي، دي باست ماضي، يبقى أقول he are، طبعا هي ما بتاخدش are. he were، where ما بتاخدش are. he had مش تنفع، يبقى أقول he was in the village، هو كان in the village، في القرية. where he grew up، حيث تربى أو نعم. number 39، my city، مدينتي، very quiet in the past، قلنا كلمة in the past دي في الماضي صح، مدينتي كانت عاملة ايه في الماضي؟ but it's noisy now، لكنها صاخبة الآن. يبقى أقول my city was، ولا is، ولا are، ولا where. طبعا طالما قال لي in the past في الماضي، يبقى أقول was in the past، يبقى كانت في الماضي هادية، دلوقتي noisy، صاخبة أو فيها ايه، دوشة أو ضغطة. number 40، when the weather is too، لما الطقس يبقى is too، I drink cold water، لما الطقس يبقى ايه، بشرب مية ساعة، يبقى hot، cold، rainy، snowy. طبعا لما بحط حر بنشرب مية ساعة، يبقى ناخد hot. طبعا لما الطقس بحر نشرب مية ساعة. number 41، they had one of water، one of water يبقى one ايه، one slice of water، ولا bottle، ولا piece، ولا can. سهلة خالص طبعا، a bottle of water، a bottle of water يعني ازازة مية. number 42، run ahead of a bottle، هل a slice، a bottle، a bar، a can. طبعا عارفين bar يعني قالب، وكان معناه ايه، علبة، وبوتل ازازة، لكن bottle يعني فطير التفاح، يبقى a slice، او a piece يعني في شريحة او قطعة من التفاح. number 43، they wanted to buy، عايزين يشتروا a of milk، a slice، a carton، ولا a bar، ولا a bucket. طبعا a carton of milk، و carton of milk اللي هي ايه، معناها كرتونة لبن، اللي هي ايه، اللبن المعلب ده. number 44، I have a of cola، a bucket، a bottle، a piece، a slice. طبعا الكولا اللي هي كوكا كولا، يبقى a bottle of cola، او a can of cola. طبعا ده كان زي يعني. number 45، the boy would like، الولد عايز a of biscuits، هل سلايس، ولا بوتل، ولا بيس، ولا باكيت اوف بسكويتس؟ طبعا باكيت اوف بسكويتس، باكو بسكوت. نمبر 46، I bought my books، بحط كتبي، بنسل كيس، معلمة بتاعتي، and sandwiches in my، هل تي شيرت، باك باك، ولا توي، ولا طبعا باك باك اللي هي ايه، شنطة الظهر، الشنطة اللي بركبها بحطها على ظهري دي، بحط فيها الأكل، وبحط فيها السندوتشات، وبحط فيها الكتب والإلام كله.
Number 47. I had a sandwich, an occult sandwich, with a of a cheese. Occult sandwich, if you a bucket of cheese, علبة جبنة, ولا bottle of cheese, ولا piece of cheese, ولا bar of cheese. طبعا piece of cheese حطت فيها حتة جبنة أو قطعة جبنة. Number 48. Fatma like having, فاطمة بتحب تتناول a of cookies. عارفين الكوكيز اللي هي علبة من ايه؟ يبقى أقول a bucket of cookies يعني علبة من الحلويات. يبقى a bucket of يعني علبة من, مش ينفع بيس ولا بوتل ولا سلايس. Number 49. Rana gave her father, رانا أعطت أبوها a of chocolate on his birthday, في عيد ميلاده. هل جلاس ولا بوتل ولا كارتن ولا بار؟ طبعا a bar of chocolate يعني قطعة شوكولاتة أو قالب شوكولاتة. Number 50. He was thirsty. هو كان عطشان. So he drank 3 of juice. ذلك شرب كم؟ 3 slices ولا bottles ولا pieces ولا cartons. يبقى 3 bottles of juice, 3 ازايز او ازاز ايه؟ عصير. مش حاول 3 كرتونات عصير طبعا صعبة. هي في كارتون اوف جوس بس انا مش معناها كارتون اوف جوس طبعا. Number 51. My mother, والدتي, a delicious cake yesterday. عندي في الجملة زي ما احنا شايفين هو yesterday بالأمس طبعا. طالما قال لي yesterday بعايز yesterday ماضي, يبقى لازم ناخد ايه؟ ماضي. يبقى اقول my mother, هقول make, makes, making ولا made. Very good, تبقى make ماضيها made. عملت a delicious cake, كلذيذة امبارح. بقول my neighbors, جيراني, a noise last night. ضوضاء ليلة امبارح. برضو عندي هنا last night, يبقى عايز ماضي. يبقى هل hear, heard, hears ولا hearing؟ طبعا طالما last night ماضي يبقى ناخد الماضي اللي هي hear ماضيها heard. سمعوا noise ضوضاء last night. Number 53. They two the movie last night. ايضا عندي هنا last night ليلة امبارح. طالما في last night ليلة امبارح يبقى ماضي. هقول went ولا goes ولا going ولا go. طبعا ناخد went الماضي البسيط هنا. go ماضيها ايه؟ went. very good, شطار. 54. محمد in the sea last summer. عندي يا شطار هنا برضو last summer, الصيف اللي بقت ماضي. هل حولي swim, swims, swam ولا swimming؟ طبعا swim ماضيها swam. very good, انا شايف اموره هي ندوت معايا صح, لان swim ده هي الماضي منها ايه؟ swam. number 55. We a lot of songs in the party. عايز اقول غنينا اغاني جميله في الحفله, غنينا في الماضي. يبقى اقول ايه؟ we sing, sings ولا singing ولا sang؟ طبعا sing ماضيها sang الاخيره. very good, شطار شطار شطار, عشان in the party last night. number 56. The Muslims, المسلمين, during the day in رمضان, بيعملوا ايه اثناء day عن نهار رمضان؟ هل fast ولا drink ولا eat ولا swim؟ او تكون بتاكلوا في نهار رمضان او نشرب في نهار رمضان؟ لا طبعا fast مش معناه سريع هنا, fast معناه يصوم او صيام. يبقى كلنا بنصوم فين؟ في رمضان. شطار, انا عارف كلكم صايمين, كل سنه طيبين. number 57. we see a lot of flowers and trees in the, بنشوف كثير من flowers الزهور and trees الاشجار in the ايه؟ in the cinemas ولا in the libraries ولا in the parks ولا in the shops؟ طبعا in the parks في الحدائق طبعا, او in the gardens. very good, شطار. 58. people paint and decorate, الناس بتدهن and decorate وتزين in شم النسيم. هل eggs ولا sweets ولا pictures ولا photos؟ طبعا عارفين كلنا في شم النسيم نعمل ايه؟ بناكل colored eggs, البيض ملون, عشان كده بنت بندهنه او بنلونه and decorate ونزينه. number 59. we شم النسيم in the spring, نعمل ايه في شم النسيم في الربيع؟ هل decorate بنزين شم النسيم ولا swim بنعوم ولا بنت بندهن ولا celebrate؟ very good very good very good. celebrate يعني يحتفل, بنحتفل بشم النسيم in the spring في فصل الربيع. number 60. عيد الفطر is a Muslim
عيد الفطر مسلم يير مانث فيستيفال سبجكت. طبعا از اي فيري جود فيستيفال يعني عيد اسمه عيد شم النسيم او عيد الفطر سوري، يبقى هو عيد الفطر فيستيفال يعني عيد الفطر. نمبر 61 مستر احمد از فيري كايند، مستر احمد رجل طيب. اند سيلي سخيف، اجلي قبيح، فريندلي ودود، انجري غاضب. طالما طيب قال لي هنا طبعا فيري كايند عطوف، يبقى على طول طالما عطوف يبقى فيري ايه، يبقى فيري فريندلي ودود او طيب، يبقى فريندلي وكايند، يبقى كايند اند فريندلي. نمبر 62 ذا از ذا جرومز وايف، جروم يعني عريس، وايف زوجة العريس. زوجة العريس اسمها ايه؟ يبقى از ايه؟ از ذا برايد ولا بيرد ولا كوين ولا فريند؟ طبعا از ذا برايد العروسة وجروم اللي هو العريس، يبقى العروسة هي زوجة العريس. نمبر 63 there is a nice cake، يوجد كيكة لطيفة. the table at in on under the table، طبعا أكيد on the table على الترابيزة أو على المنضدة. نمبر 64 محمد was angry، محمد كان غضبان. as علي a silly mistake، عمل mistake خطأ، silly سخيف أو غبي. يبقى هل took ولا gave ولا made ولا so؟ عارفين خدنا make a mistake والماضي منها ايه؟ made a mistake، يبقى made a silly mistake يعني عمل خطأ، silly غبي أو سخيف. 65 my parents والداي went to two، ذهبوا لاثنين. last Friday buses weddings cakes cars، طبعا two weddings يعني حفلين زفاف يوم الجمعة اللي فاتت. number 66 the christmas tree، شجرة الكريسماس اللي هي شجرة رأس السنة. new life حياة جديدة، هل فلوس بتتبع ولا spendis يقضي ولا representis يمثل ولا presentis هدايا؟ طبعا representis represent معناها تمثل حياة جديدة، لأن شجرة كريسماس سنة جديدة يبقى حياة جديدة. number 67 we can buy كحك from a، بنشتري الكحك من ايه؟ from a cinema a library a bakery a hotel، طبعا from a bakery very good من المخبز او المصمت. number 86 people eat، الناس بتاكل fish and شم النسيم، هل salt salty ولا salting ولا salted fish؟ هي salted fish اللي معناها سمك مملح اللي هو الفسيخ، يبقى اسمها salted fish. number 69 all the children got together، عارفين got together معناها تجمع، كل الأطفال get together وماضيها got together اتجمعوا. two gifts and presents هدايا وعطايا، هقول ايه؟ need ولا wrap ولا close ولا celebrate؟ طبعا wrap، wrap معناها يلف الهدايا او يغلف الهدايا بالسلوفان. number 70 the children played hide and، الأطفال بيلعبوا hide and yesterday، سهل خالص very good، يبقى play hide and seek، قلنا hide and seek اللي هي الاستغماية، hide يستخبى وseek يعني يبحث عن، بس ما hide and seek يعني الاستغماية. number 61 to wrap a present، عارفين wrap يعني يلف، عشان يلف هدية. is to it with lots of paper، معناها ايه بقى؟ هل جيف ولا هل جيف ولا تيك ولا كوفر ولا ميك؟ طبعا كوفر ات نغطيها with lots of paper بكثير من الورق، معنى غطي حاجة الورق يعني بلفها بسلوفان او عبابية. number 62 مش شيماء is very، مش شيماء very ايه؟ she gives her friends presents، بتدي دايما اصحابها presents هدايا، هل hospitable ولا naughty ولا mean ولا ugly؟ طبعا هتبقى hospitable very good بمعنى كريمة، hospitable hospital مستشفى، لكن hospitable معنى ايه؟ معنى كريم. naughty شقي، mean بخيل، وugly يعني قبيح. number 63 learning about Egypt is، الدراسة عن مصر is، it has an amazing history، لها amazing history، مصر لها amazing history يعني ايه؟ تاريخ مدهش. يبقى قولنا ايه؟ يبقى learning about Egypt، تعلم عن مصر is bad سيء، boring ممل، wonderful رائع ولا slow؟ طبعا wonderful
يعني رائع. Number 64. محمد wanted to part in the party. عايز part in the party يشارك في الحفلة. هل take part in ولا give in ولا make in ولا send. طبعا خدنا حاجة اسمها take part in. و take part in اللي معناه يشارك فيه. يبقى عايز take part in the party يشارك فين في الحفلة. Number 65. The tomatoes الطماطم to the ground للأرض and made a mess. made يعني عملت a mess فوضى. او وسخت المكان يعني. طبعا طلع ميد دي ماضي بقى لازم اخد ماضي. فول فولز فلت فل. عارفين فول يسقط او يقع ماضيها فل. بالطماطم سقطت في الماضي على الارض اند ميد وعملت امس فوضى او اضطراب او عدم نظافه. ذا تشيلدرن ثرو الاطفال رموا تو ايتش اذر على بعض ان لو توميتو فيستيفال في عيد لو توميتو. هل بوتيتوز ولا توميتوز ولا تشيز ولا فودز. طبعا رموا بعض بالتوميتوز اللي هي توميتوز اللي هو الطماطم. بيردز يوجوالي هاف ميني اطفال دايما عندها كثير. كثير من ايه بقى؟ كثير من فيذرز الريش بيكس ولا بايتس ولا تيلز. طبعا بيك اللي هو منقار مش عندها كتير هو منقار واحد. بايتس عضات. تيلز ديول طبعا تبقى فيزرز اللي هي الريش. فيزرز الريش دي يبقى عندها ريش كتير الطيور. مستر برماوي نمبر 68. مستر برماوي هاد ابيك يسترداي عمل ابيك امبارح. ابيك مول ماركت رود بارتي. طبعا ابيك بارتي لان عارفين هاف بارتي يعمل حفله وماضيها هاد ابيك بارتي يعني عمل حفله كبيره بالامس عشان امبارح قلنا هاد بارتي. 69. I was 7 years old. أنا كان عندي 7 سنين. When I first لما أول مرة to Alexandria. لاحظ هنا I was دي مضارع على ماضي. ماضي. يبقى لازم نص التاني من الجملة يبقى ماضي. هل go, going ولا went ولا goes. طبعا went to Alexandria. يذهب لإسكندرية. Number 70. There are 7 days you had 7 أيام in a month. الشهر, year, السنة, week, الأسبوع, minute. طبعا 7 ايام فين in a week في الاسبوع. لكن لو قال لي 12 months 12 شهر يبقى in a year في السنة. Number 71. It's a nice of cake. هل هي nice bottle of cake, carton of cake, slice, bar. الكيك ما ينفعش الازازة والكرتونة يبقى فرق وقت تبقى a slice او no slice او piece of cake يعني شريحة كيكة او قطعة كيكة. Number 72. We should be لازم of our country. هل براود ولا sad ولا angry. طبعا براود of يعني فخور بي. يبقى أقول we should be براود of our country. لازم نكون فخورين ببلدنا. Egypt طبعا. Number 73. Fatma's dress. فستان فاطمة is. We all love it. كلنا عجبنا. Helpful. Beautiful. Ugly. Useful. طبعا طالما عجبنا يبقى it's a very beautiful dress يعني فستان جميل. 74. The player who unwraps the. فاكرين كلمة راب يعني يلف وانراب يعني يفتح. يبقى the player اللعيب هو unwraps the keeps it تحتفظ بها. هل present ولا plant ولا milk ولا احنا قلنا راب. راب a present يلف هدية وانراب a present معناه يفك الهدية او يشيل الغلاف. Number 75. The famous wrote many wonderful movies. لما يكون حد بيكتب wonderful movies يعني أفلام رائعة يبقى هل player ولا author ولا teacher ولا farmer. طبعا author اللي هو المؤلف. مؤلف بيكتب novels روايات وبيكتب stories قصص وبيكتب movies أفلام. Number 76. I looked this library website. أنا دخلت على موقع هذه المكتبة. يبقى لوك اون ات ان انتو. طبعا لوك اون يعني خش على الانترنت وعكسها لوك اوت او اوف يعني يخرج من على الانترنت. 77. We can a lot of fish a lot of fish in the Nile. يبقى we can بيورا عارفين الفعل في المصدر. يبقى we can see ولا سو. طبعا we can see المصدر يعني اصل الكلمة. 78. Full مدمس is with lots of olive oil and garlic. Olive oil يعني زيت زيتون and garlic with thyme. هل root ولا drink ولا served.
طبعا سيرف، سيرف معناه ايه؟ يخدم او يقدم طعام. يبقى عايز اقول فول مدمس بتقدم، وعليه اولف اويل، زيت زيتون وجارليك اللي هو ايه التوم. نمبر 79، those tools are very، هذه الادوات او العده are very for fixing our door، عشان نصلح الباب. يبقى ده ايه؟ يبقى اقول طبعا هل colorful ولا useful ولا hot ولا painful. طبعا useful معناه ايه؟ مفيد. يبقى هذه العدة أو الأدوات مفيدة لتصليح الباب. Number 80. My friend likes to know more about the environment. أقول طبعا إن صاحبي عايز يعرف كتير عن البيئة. He is very، هو very very quiet، هادئ. Noisy صاخب، curious فضولي أو عنده حب استطلاع، ولا old. هي دي طبعا letter C، معناها شخص فضولي أو شخص عنده حب.
حبايبي الحلوين، طلاب الصف الرابع، الآن وصلنا لسؤال تاني، وهو سؤال إيه؟ سؤال زي ما احنا شايفين، fill in the sentence، املأ الجمل with words from the list، بكلمات من القائمة. هجيب لي لست زي اللي شايفينها كده، heard و tree و looked و where. عايزين نكمل الجمل بهذه الكلمات. بقول my friends and I، أنا أصدقائي، in the park. طبعا هقول heard ولا tree ولا looked ولا where. very good، هتبقى ايه؟ where in the park، انا اصدقائي موجود فين؟ في الحديقة. we were celebrating، كنا بنحتفل رانا's birthday، نحتفل بعيد ميلاد رانا. and we were having a picnic، وكنا بنعمل نزهة في الحديقة. we very a very unusual sound، تبقى we heard ولا tree ولا looked. تبقى we heard، سمعنا، لازم اجرب كل كلمة كده. سمعنا a very unusual sound، سمعنا صوت غير عادي. we up، هتبقى we tree ولا looked up، يبقى we looked up، بصينا لفوق. look up يعني ينظر لأعلى، يبقى بصينا لفوق. into سهلة كده خلاص، رابع واحدة into a tree، بصينا في الشجرة. and saw a big colorful bird، وشفنا طائر ضخم ملون. number two، الكلمات big party weekend hat. بقول our neighbor مستر عادل، صديقنا مستر عادل، ماله؟ got married، اتجوز last. very good، تبقى last big ولا party ولا weekend ولا had. last weekend، اتجوز عطلة نهاية الأسبوع اللي فات. mom and dad went to، والدي وديت راحوا to the ايه؟ the big ولا party ولا had. very good، يبقى went to the party. وممكن لو في كلمة wedding، went to the wedding، راحوا الزفاف. they took a taxi، خدوا تاكسي to go to the party، عشان يروح الحادثة. the party، الحفلة، was at a hotel، طبعا at a big hotel، كانت في فندق ايه؟ ضخم. they a great time، طبعا they had a great time، وهاد هنا معناها enjoyed، استمتعوا ب great time، بوقت عظيم. شوف number 3، surprised، مندهش، silver، فضة، metals، معادن. بقول did you know we use around 70 different، هل تعرف ان احنا بنستخدم 70 نوع مختلف in cell phone؟ هل سربرايزد ولا سيلبر ولا ميتالز؟ فيري جود، هتبقى ايه؟ ميتالز، سبع انواع من المعادن. ماني بيبل ار فيري، ناس كتير بتبقى فيري ايه؟ طبعا فيري جود، فيري سربرايزد، ومندهشين. وين زي ليرن ذس، لما بعرف عايزين معلومه. سو ليتس ليرن، يلا نعرف مور اباوت ميتالز ان يور سيل فون، نعرف اكثر عن المعادن اللي موجوده في التليفون الخلوي او الموبايل. يعني we can find two different types of metals، هنلاقي نوعين من metals، المعادن، in the phones، في التليفونات. precious metals، precious دي معناها معادن نفيسة أو غالية، like gold، مثل gold and، طبعا gold and silver، مثل الذهب والإيه؟ والفضة. خد بالك هنا ثلاث كلمات بس على ثلاث نقط. and rare earth metal، ومعادن أرض، يبقى ممكن ثلاث كلمات على ثلاث نقط، وممكن أربعة على أربع نقط، وممكن خمسة على خمس نقط. number 4، served، عارفين سيرف معناها يخدم او يقدم اكل. sweet يعني حلو او سكري، oil زيت، wonderful رائع. will our food can be described with one word، طبعا طعامنا ممكن يوصف بكلمه واحده، wonderful، يعني wonderful رائع، ان اكلنا اكل رائع. maybe the most famous is فول مدمس، اشهر زي طبعا هو فول المدمس، with lots of oil، طبعا هقول هنا ايه؟ served with، فول مدمس بيقدم with، معاه lots of olive oil، كثير من زيت الايه؟ زيت الزيتون. and garlic والثوم. maybe you want something، يمكن انت تعوز شيء ما. how about بسبوسة، something sweet، يمكن تحب حاجة sweet سكرية. how about بسبوسة، ايه رأيك في البسبوسة؟ السؤال اللي بعده، عارفين friends، اصدقاء، musical، موسيقي، party، حفلة، games. well dear miss فاطمة، عزيزتي miss فاطمة، I am having a birthday party، ان شاء الله هقيم حفلة عيد ميلاد. يبقى حلتها كده، يبقى ايه؟ a birthday party، حفلة عيد ميلاد، next Friday، الجمعة اللي فاتت، at my house. can you come، ممكن تيجي؟ I am inviting the whole class، انا دعيت الفصل كله. so all our will be there،
طبعا all my friends كل أصدقائي will be there هيكونوا موجودين. I will play هشغل some طبعا I play play هنلعب some games يبقى we will play some games هنلعب بعض الألعاب. So we can play chairs play musical chairs هنلعب السلم الموسيقي أو الكراسي الموسيقية. I hope you can come أتمنى إن أنت تيجي. home و in و play و day بقول I remember my first at school أنا فاكر my first إيه at school سهلة طبعا my first day at school أول يوم في المدرسة. I was 6 years old كان عندي 6 سنين and I lived طبعا in أسوان وكنت عايش فين في أسوان. I was very أنا كنت إيه I wanted to play with طبعا I was very nervous كنت عصبي يبقى أقول هنا إيه I was very nervous أنا كنت عصبي جدا يبقى أقول هنا nervous أهيا. I was very nervous كنت عصبي جدا. I wanted to play with my لأن كنت عايز ألعب with my إيه with my toys كنت عايز ألعب بالألعاب بتاعتي. As my friend sorry I liked my school كنت حبيت المدرسة. As my friend is very kind لأن صاحبي كان very kind يعني عطوف جدا. Number 7 hospitable يعني كريم helpful مساعد full مليء friendly ودود. More than half of the Egyptians أكثر من نص المصريين are under the age of 30 تحت سن 30 سنة. This means دي معناه we are of energy we are of energy بقول ايه اللي بتاخد of هنا we are full of طبعا قلنا full of يعني مليء بي يبقى دي number one يبقى we are full of energy مليئين بالطاقة. We are to each other طبعا we are helpful to each other احنا دايما مساعدين لبعض. And we are very to visitors عارفين hospitable و hospitable يعني احنا مضيافين او كرماء to visitors مع الزوار. We are very people طبعا we are very friendly people احنا ناس طيبين جدا او ودودين جدا. Number 8 and bottle afternoon and sang well, there was lots of food كان في اكل كتير salad solid اللي هي السلطة meat اللحمة fish السمك bread الخبز cakes الكيك. I drank a of orange juice يبقى شربت ايه very good يبقى a bottle of يعني ازازة of orange juice ازازة عصير برتقال. I also ate أنا أيضا أكلت some solid fruit some solid and fruit أكلت بعض السلطة and fruit والفاكهة. I played games with my cousins لعبت مع ألعب مع أولاد عمي all طبعا all afternoon طولت الظهرية. We ran أجرينا we threw طبعا we threw a ball رمينا الكورة and happy birthday to our grandma طبعا and sang وغنينا happy birthday song أغنية عيد ميلاد سعيدة to our great grandma إلى جدتنا. نشوف number 9 teacher near friendly village Mr. Ahmed lives in a city called الإبراهيمية والمستر أحمد عايش في مدينة اسمها الإبراهيمية أنا طبعا من الإبراهيمية. It's bigger than my it's bigger than my village إنها أكبر من قريتي. His house is the river طبعا his house is near the river بيته قريب من الايه من النهر. his brother is a اخوه is a is a teacher اخوه طبعا مدرس of English. his city مدينته is طبعا is a is clean تمام نظيفة and the people there are friendly يبقى الناس هناك friendly يعني ايه ودودين تمام. number 10 عنده أكتبس بيتسا وينت سوام
last weekend نهاية الأسبوع اللي فات we went to see grandpa in Alex. رحنا نشوف جدنا في اسكندرية. We ate أكلنا سهلة طبعا. We ate pizza. أكلنا إيه؟ بيتزا. We to the beach. تبقى we went to the beach. ذهبنا لليل الشاطئ. We in the water. يبقى we swam in the water أو in the sea. عمنا في البحر. Which was deep and blue اللي كانت ايه عميقة وزرقة. We saw lots of fish and an شفنا سمك كتير and an octopus 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 اللي هي الاخطبوط. تمام. Number 11 old red through new in low tomatina festival. احنا قلنا tomatina festival اللي هو ايه مهرجان الطماطم. People throw tomatoes ناس بترمي tomatoes اللي هي الطماطم. You throw one at me ترميت واحد عليا. So I one at you طبعا so I throw رميت one at you رميتك بيه واحد رماني انت رميتني واحدة انا رميتك بيه واحدة. You should wear لازم تلبس some clothes in the festival some new clothes in the festival تلبس ملابس جديدة في المهرجان. When you look around ما تبص حواليك you find everything is هتلاقي كل شيء is red red يعني أحمر. تمام نشوف السؤال اللي بعد كده number 12 sit interesting have cheers. بقول musical cheers is an game لعبة الموسيقى الكراسي مالها أو السلم الموسيقي is an interesting game يعني لعبة ممتعة. You can run تقدر تجري but ready تكون مستعد to sit تمام مستعد انك تجري بعد انك تجري وفجأة تقعد. If you six players تبقى if you have six players لو عندك ست لعيبة you can only need five chairs هتحتاج فقط خمس ايه كراسي. You play music هتعزف موسيقى then players run around the chairs اللعبة بتجري حوالين الكراسي. You stop you can stop when music stops تقدر تقف لما الموسيقى توقف. The player without a chair very good اللعيب اللي بدون كرسي is out of the play ببقى بره اللعبة. بكده نكون خلصنا الفيديو الأول لمراجعة الصف الرابع الابتدائي لسه إن شاء الله فيه اتنين فيديو واحد هيبقى باراجرافس والتاني هيبقى على بقية الأسئلة البنكتويشن والماتش والري أوردر. بالتوفيق لكل طلابنا بس حبايبي مش تنسوا تشتركوا في القناة وتعمل إعجاب بالفيديو وتكتب تعليق على الفيديو وعشان لو احتجت حاجة نقدر نعملها لك. وبالتوفيق لكل طلابنا إن شاء الله مش يخرج عنها.